كرونيكر وفنان مثير للجدل، نتابعوه على قناة تونسنا من خلال برنامج احنا الكل في الكل، قادور الارتيستو. شو احوال قادور؟ والله الحمد لله. شو امور البرنامج؟ سافا الحمد لله، في تصاعد ملحوظ يعني ديما. في تصاعد في المشاكل زاد؟ لا مش مشاكل، عليك مشاكل هذاك هو. شو معناتها هذاك هو؟ معناتها هذيك طبيعة الأشياء ولا هذاك اللي لازم يصير؟ لا هذيك طبيعة الأشياء وهذيك طبيعة البروفيل الموجودين، وكل حد معناتها وراي وكل حد. والحاجة الباهية في البرنامج أنه اللي يعني ما فماش رأي شبه للرأي الآخر، ما فماش موقف شبه للموقف هذاك، علاش ديما ماكلة بعضها يعني ديما. في أول فيفري كنت أعلنت صراحة، قلت أنا باش ننسحب من البرنامج إذا كانت عديت وقتها مشادة كلامية. أي تي ديجا هكا، تحية لي من إدارة الإنتاج اللي معناتها. ما خلينا نوضحها الحكاية هذه وقتها يعني تطرح موضوع، وأنا ديجا في الحلقة هذيك مانيش أنا، فهمت ديجا أنا معني اكثر علي الضغط يعني من 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 ردود الأفعال، من من السبيتش نتاع معني هذا الزملاء اللي حذايا. دونك وقتها يعني جيت بطبيعتها، فهمت ناس تكلمك تقول لك والله شوف هي الناس كل تتكلم، ما تنجمش تسمع يقولوا لك برشا برشا، فما اللي ما اللي مع اللي معاه، اللي ضد، اللي محلاك، اللي فهمت يعني عرفت الحاجه اللي به انه الاراء الكل موجود، فهمت وين المشكل؟ المشكل مش انا ما يهمنيش في العبيد، معناها فهمت كيفاش انا قلت ناس تقول لي ما انا نمن زاد كمام واحد معناتها الجمهور هذاك معناها هو راس مالك، فهمت معناها كمام ساعات نقرا بعض الكومنتارات، لكن ريت المغلب الكومنتارات اللي معناها تشرح النفس نقولوا احنا، عرفت اللي تشجعك. فما كومنتارات عرفت كيجي يسبك في قلب نصيحه، هذوك ما نسمعهمش وما نغزرلهمش. اما فما ناس اللي بالحق تنصحك بقلب ورب، معناها يقولوا لك ولا يقولوا لي انت مادامك ثابت على موقفك وثابت على مبادئك، ما يسالش يعني يخدم على روحك والبرنامج باهي والبرنامج جون فوغ والناس تتبع فيك وكذا وكذا. انت مبادئك اي مو تحطها في اطارها بيان سور. هل يجوز الامام تاع الجامع انه يمشي الى خماره الحي ويقول والله انا ما متمسك بمبادئي؟ ما وين تحط روحك تلقى باش تسمع الكلام؟ بلا مقارنه تقول لي امام جامع، انا مانيش امام جامع، انا نغزر، انا انسان محافظ، عرفش محافظ، انسان نغزر نعرف كل شيء. محافظ ولا تتصنع المحافظ؟ لا محافظ يعني الحمد لله ونحمد ربي على الحفاظ نتاعي. شوف انا راني حومه شعبيه، انا راني خويا تربيت وريت كل شيء، لكن الحمد لله الفتره سليمه وهذه حاجه نحمد عليها ربي. زاد مانيش ملايكه ومانيش شيطان. قداش فيك شيطاني انت؟ 50% شيطاني و50% ملايكه. مغزل انا في بعض المواقف يعني يتغلب الجانب الملائكي على جانب الشيطان، وفي بعض الاحيان يتغلب الشيطان على الملائكة. قد يكون يعني هذه طبيعه البشر. في البرنامج يبدو ان الشيطان متغلب على الملائكة. بالعكس، كان جاء الشيطان متغلب راني يعني فلت في مبادئي وراني فلت في متى بصراحه. مبادئك موجوده للتجاره؟ لا للاستعراض. ما خيب هالكلمة، ما هو التلفزة هي هي استعراض، هي شو، هي الفترينة، هي الفلوس. انت تقبض فلوس من اجل استعراض مبادئك؟ لا راهو البرنامج ما ينجمش يقريني ويقول لي اعمل هذايا واعمل هذايا سينو. لا قاري وحدك، نحكي لك. لا اقصر لي، لديك من الذكاء باش تقرا وحدك. الحمد لله. وديجا شوف خي هما كي حاجتهم بالناس باش يقريوهم، يا اخي جيبوا عم حسن بن عثمان، يجيبوا قدور، يجيبوا عربي المازن، يجيبوا اساور، معناها يجيبوا ناس نكره ويكتبوا لهم ويقريهم فوالا، وينجموا يعملوا بوز وبوليميك اكثر من شيء. مش بالضروره يقول لك، يحطك على السكه، يقول لك قدور انت راه. لا يحطني على السكه، يطرح لي يقول لي راه احنا فما سؤال باش تطرح. ويقول لك حاجه، علاش تصير المشاكل ساعات؟ انا ما نعرفش على على انت على عربي ولا على اساور ولا على معز باش يحكي، فهمت هذاك علاش تاكل بعض. انا سينو اخويا نحضر له. قلت ستغادر وكتب ستاتيو تبث ورجعت. تعرف اللي يقول كلمة وما يعملهاش؟ اللي عاد نقول لك شو تسمى؟ ما هو شفت احنا من بكري حكينا على الجانب الشيطاني والجانب الملائكي. اه. انا في اللحظة ذيك انفعلت وتسرعت كيف هبطت الستاتيو باهي. بون ما تسرعتش كيف انفعلت، خاطر هذاك انا ذاك بروفيل هذاك انا يعني ما نتبدلش يعني حتى كان حتى في حومة ولا في قهوة راني ناخذ نفس الموقف. تسرعت في الستاتيو وانا جيت باش نقول راني انسحبت من الحلقة، فغلطت كتبت انسحبت من البرنامج، فالناس ظنوا انه انا انسحبت من البرنامج. انت ما عادش تعرف شنو تكتب؟ يعني تمهمشت انا وقتها، وديجا معناتها ناقص نوم وعندي معناتها مشكله تكتب. عائليه قاعد نخمم فيها وعندي برشا يعني تخلطت عليا. مشاكلك العائليه صدت وكل شيء. اي ما كمام زاد فما مشاكل تقعد بالاستمراريه هذه، فهمت؟ اي ما عادش تكتب.
انت تعرف روحك اللي انت انا سيب وقت خديت ماني خديت قلت انا زي سيبو يعني نسيت لي انا فما عقد بيني وبين اداره البرنامج ونسيت كل شيء انا قلت هكا بدي سيبو يعني في موقف خديت يعني موقف صار نقولوا احنا عرفت من بعد من غدوه الحي عرفت ديجا ما كلمونيش ما حكاوش معايا جمله من غدوه الحي خويا اتصلوا بيا عملنا رينيو خفيف فما ماني يعني شوف هما تعطوا ثقتهم فيا انا ما نجمش زاد نجي في وسط البرنامج وننسحب بالطريقه هذيك باش نعطيك مجموعة من الصور من زملائك ونحب نسألك مجموعة من الأسئلة الصورة الأولى فيصل الحديد فيصل ترى روحك تنجم تقدم برنامج ولا ليه؟ شوف إذا تتيح لي الفرصة علاش ليه؟ أما إن شاء الله لما تتيح لي الفرصة نكون أنا مش في برنامج نكون في الكل راهو خليني نقول إن شاء الله أنا علاش ليه بالتجربة هذه يعني كي تتيح لي فرصة إن شاء الله نكون أنا مهيئ نفسانيا وبدنيا وحرفيا باش نقدم برنامج علاش ليه؟ الإنسان يطمح يا هادي راهو فهمت؟ نجم هكا تجيك فرصة باش تعطي الكلمة الأساور تعطي الكلمة لا علاش أساور علاش مش برنامج آخر مغاير غير احنا الكل في الكل يعني علاش مش برنامج آخر بكونسيبت آخر بكونتيني واحد آخر فهمت بذو معناتها ب ب ب ب ب ب بناس آخرين معناتها برنامج ديني لا علاش مش بال مش بال باللازمة ديني فني مثلا علاش لا طربي مثلا اي تستقبل فيها اي نستقبلوا فيه ضيوف وكذا علاش لا نجلة تونسية نجلة تونسية صراحة خليت بلاصتها كيف خرجت نحياها والله العظيم إنسانة محليها يعني عرفت ماهوش هذا كلامك لا شنو مش هذا كلام كي قلت وقت نجلة تخمم في الفلوس أي نجلة فنها دون المستوى والفن ككلمة أرقى من الشيء اللي تقدم فيه نجلة ونجلة الكلها رداءة قلت الفن ارقى من شيء تعمل فيه نجله وفي وجهها قلت لها الكلام هذا اما هي خليني نحكي على الجانب الانساني اللي في نجله انا ما كنتش نعرفها وخليني نقول انا ونجله وماناش صحاب احنا حبايبات يعني تعرفنا رويحنا في البرنامج وقلت لك راكي خرجت خليت بلاصه فهمت فن نجله يعجبك؟ لا تعجبني نجله كشخص فنها ما يعجبنيش النجلة الإنسان أغذر النجلة في المواقف نجلة يعني أغذر ساعات أنا تصير لي حاجات بيني وبينها والله نبدأ متقلق ريت نجلة كيما يعني نبدأ ونحذره فروان جيت عمل لي هكا نجلة عرفتك تقول لي صفا جاوك بيه ما نمتفرهد أقسم بالله ترجع لك الطاقة الإيجابية الكل هك فهمت به أساور بن محمد أساور 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 أول ما يعني في الديبو كنت متشوكي منها كي وخايف منها شوي فهمت أساور بصراحة نحيي فيها تعرفش نحيي فيها حاجة برك أساور الجرأة اللي عندها الجرأة فقط الجرأة وسامحني أقول لك حاجة أنا أساور صارت معها ديلاكت هكا حاجة خفيف صدقني وراتني اللي هي تعرف تنجم تعمل معك يعني تنجم عندها مواقف كي تلموا 10 رجال ما يعملوهمش أنتم زوز تتفقوا في برشا أفكار زوز مع خيانة الرجل وضد خيانة المرأة زوز ما عندكمش مشكله كان الراجل يخون والمراه ما ليه لان كي قلت هكاك هادي راهو انا حكيت بمنظور المجتمع وقتها قلت راهو للاسف الشديد خيانه الرجل في المجتمع لا تغتفر وخيانه المراه لا تغتفر وانا راني نعتبر راهي غلطت وقتها غلطه اني قلت سبيتش هذاك وما وضحتش بعدها سئلت انت تخمم كيما المجتمع قلت لهم اي انا نخمم كيما المجتمع انا نخمم كيما المجتمع ما هو يلزمني نخمم كيما المجتمع تعرف علاش سينو تقيموا علي الحد يا اخي انت تتكلم بقناعاتك ولا خايف ان المجتمع اللي يقيم عليك تتكلم بقناعاتي لكن زاده فما ناس تقيس لك وفما ناس تحسب لك وفما ناس فهمت مواقفك القناعات يا هادي اغزر راك ساعات كي تخرجهم في وقت مش وقت وراهم يضروك لازم ديما تختار الوقت المناسب تعرف شو اسمه هذا نفاق ودرا شنو هي سام نفاق هكا لا غلط ماهوش نفاق هو هذايا النفاق محله القلب هادي ولا مسر القلوب الا الله النفاق راهي كلمه كبيره ياسر معناتها انا اليوم نحب نقول لك كلمه السياق ماهوش مناسب ما نقولها لكش عندي حكم موقفي انا قناعتي انا ايماني انا نسمعك اي ما تجيش نسمعك ونعطيك راي ندخل في انسانيتك شويه مرحبا ما تنزلش عليا خاطر ننسى انا كاميرا وعبي تفرج لا لا هاو شوف قدور تو انت الصوره اجتماعيه انسان معناتها مستقيم واضح رجولي ولد حومه ان شاء الله نكونوا كيك معناتها حلمك الكل تأسيس أسرة وي وأنك وصغيراتك بحذاك وي سامحني الحلم هذا صحيح معناتها كان الحلم هذاك بالحق لكن شوف أنا راهو فما حاجات فيا أنا الداخل راهو تزعزعت شوية هذه بعد المشاكل اللي صارت لي أنت قديش كنت فيها سبب بالمشاكل هذه لأنك أنت راك رب الأسرة معناتها أنت اللي ساعات تفلت هذه الأمور أنت من النوع اللي تفلت منك الأمور سبحان الله أخويا معناها فما حاجات ما نجمتش نشدهم فما حاجات يعني الطلاق هو حل لعقدة الزواج قد يكون اي
وأبغض الحلال عند الله الطليق. إن أبغض الحلال عند الله الطليق. وما نحبش نمس حاجات اللي توجع، أما هنا قدور وقت اللي نعرف مليح، وأنا من الناس اللي دخلت كاميرا لدارك نعرف مليح إنه حياتك الكل هي دارك. وذاك علاش أنا من اللي مشيت داري معناته مهمشت، من اللي مشيت داري دخلت في حيط، من اللي مشيت داري فهمت توا قاعد ريكيبيوراسيون، قاعد بشوية بشوية. والحمد لله إنه أنا نحمد ربي هذه والله العظيم إنه ما انحرفتش هكا الانحراف، خاطر جيت بريود نقمت يعني على روحي بصفة مش نقول لك يعني ما نجمش. والحمد لله لقيت الإطار من يعني من 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 الأصحاب اللي في قلوبهم الخير، خليني نقول فهمت. وكنت نعرف يعني أصحاب السوء برشا، فما الناس اللي تحب تجرك البرشا حاجات، لكن أنا كنت ديما في الأمور دي كنت ديما عامل فرانات. طلاقك كان ناجح؟ والله الحمد لله طول ما المشاكل يعني قاعدة يعني توخر، وقاعدة يعني ماهيش قاعدة تزيد، أنا اعتبر طليقي ناجح. وخليني أقول أنه الطليق متاعي ناجح. ولادك؟ شبيهم ولادي؟ إذا ما تشوفهمش طليقك؟ لا نشوفهم جوست وراء كورونا وكذا، أنا بيدي نخاف عليهم، نكلمهم ديما نحلوا الكامة بعدنا نحكيه نشوفهم شي يستحقوا شو ما يستحقوش، نبعث لهم فهمت؟ أب صالح؟ الحمد لله إن شاء الله نكون أب صالح. حسن بن عثمان؟ اتهمني ودرشنا ما فهمش توازن ما بينك وما بين حسن بن عثمان. فيش حسن بن عثمان هو كاتب هي. مثقف لديه مرجعيات حتى كي تتقارع انت وياه ما تملكش الحجه المعرفيه باش تنجم تتقارع انت وياه. صحيح. هو يمتلك حجه المعرفه، مثقف ما شاء الله، وانت تمتلك حجه الحومه. وحجه الحومه حتى لو ننتشي بها فهي تبقى معناتها. والله يسمع انا صراحه فخور اني بحجه الحومه قاعد نحاج في عم حسن اللي عنده حجه الثقافه، يعني فهمت حاجه تزيد لي وحاجه نفتخر بها. لكن علميا غلط. علميا ولا مش علميا، انا ثقافيا راي براي هي. قول بقول دليل بدليل حجه بحجه. انت انفعالات انفعالات حومه. ما تعرف علاش نحب نقول لك ريت الانفعالات اللي تشوف فيها عندي انا والله العظيم خذيتها فما يعني قدر يعني من عندها محسن. مسموح لي باش نسالك وين قاري؟ انا ما قريتش برشا، انا كما قلت لك راه الشارع علمني. وحتى لوين قريت؟ حتى كي انقطعت على الدراسه قريت بعد سيزيام بريمير يعني بثلاث سنين ولا عامين مش برشا يعني، ولظروف عائليه خرجت من القرايه. لكن انا شوف ما انقطعتش، انا قعدت نقرا وقعدت نطالع وقعدت نسال في اهل العلم فهمت، وقعدت يعني عندي اصحابي مثقفين وناخذ منهم فهمت، يعني مش انا انقطعت يعني وقعدت هكاك رهينه كما نقولوا احنا فهمت. ليه باهي عربي المازني اي عاد الى البرنامج؟ عاد، وانا اكثر انسان فرحت له اللي هو رجع. ما ظهر لي؟ لا علاش ما ظهر لي؟ لا يبدو. نحب نقول لك نعطيك دليل. باهي. ريت وقتها خرج عربي وصارت هكا البوليميك اللي انا وياه وصارت هكا. لا شوف انت بديت، جاء عربي. لا مش انا بديت، مش شوف جاء عربي قال انا عندي مشاكل ماديه. خلصتش. اي. انت مشيت لمن يسهر فقط تقول عربي خلص في فلوسه. هل انت مؤهل باش تحكي على عربي خالص في فلوسه ولا مش خالص في فلوسه؟ الحكايه مش راهو مش ما تسالنيش مؤهل ولا لا، مش الحكايه مؤهل. شوف خويا بالنسبه لعربي المازني، عربي المازني صديقي وخويا، وانا راهو شوف في ما قلتش عربي ما خلصش، ما ترجع للسبيش اللي قلته، قلت راهو لي محمد رسول الله خليني نتفكر ساعه عربي خالص في فلوسه. لا ما قلتش عربي خالص في فلوسه. عربي خالص في فلوسه كرونيكو ريتش قلت اللي نعرفه انا اللي نعلمه. اسمعني انه عربي في انت ماشي تحكي بعلمك انت بالطبيعه يا اخي، احنا نخدم بعضنا فرد برنامج ما تحكيش عربي، ما تعرفش عربي ما تحكيش على عربي. شو نعرف على فلوس الناس؟ اسمعني خلينا نكلمك توا، اعطيني فرصه خلينا نكلمك يا هادي واحده. قلت اللي نعلمه هو كيسالني نوفل انا باش نوضح راه ولا ما نعرفش. اغزر لي ليه سمعت اغزر لي انت تعرف انت متاكد انه خالص اللي تو باش تعاود معناتها تحطني في تصادم مع عربي. خليني 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 نحكي لك شنو اللي صار. خليني يحتمل انت مش فاهم عربي. يحتمل انت مش فاهم يا هادي. راه شوف اللي صار شنو، انا قلت اللي في بالي به انه في السيزون الاولانيه عربي المازني يخلص اموره واضح، يعني عملت بينا رينيون المعده نتاعنا يعني، قالت راه انا ما نجم نعطيك المونتون هذا. وليد النهدي وقتها كان واضح
وصريح قال انا راني ما نجمش وخرج من الباب الكبير. جاء عربي وقتها قلت من بعد راهو قال انا معناتها كذا وكذا وضحت لي عربي خويا كذا وكذا انا ما كذبتوش عربي كذبت لي ما كذبتوش كذبت انا لمت على عربي وحبيت تشكب عليه لوم ليه يا اخي ما بينتناش كبر رجع اسمع سامحني برجع البرنامج هكا تصور جو نبي برا شوف اكثر انسان تقول لك حاجه انا خويا كلمت المعده مروه الرمضاني اللي نحياه وقلت لها وقعدنا معنا قلت لها انا نحب عربي يرجع وعربي راهو خلى بلاصته واقسم بالله العظيم سمعته في اي اف ام سمعته بس ضحكني عربي قسم قدور خويا وصاحبي اما كي نسمعوا يغني ما نسمعوش على خاطر كل مره بوش اي عربي كي يحكي لك لي ماذا عباره قاعد معايا لا فهمت عباره هكا يطيش فك النكت وفزيت لا ما فيش تطيش ما قلقنيش خويا وانت تذكروا بالتلميذ اللي المدير اللي كي سمعته سمعته اللي يخلط على المعلمه ملا مقارنه هو عملها اللي ستيم يسالش نعس عليهم وغني لك يا نغار شنو يحكي على انك شخصيه متملقه شخصية هو قال حاجه ما تقلقنيش وهو ما قال شخصيه متملقه انت اللي قلت يعني انت هكا عملتك اي ما سامحني التلميذ اللي يقول للمعلمه هو قال هكيك هو تو عربي قال هكيك معناها بالحق انا التلميذ اللي درى شنو اللي يخلط ورا المعلمه اللي يخلط يقول انيستي برا غيب وانا تنعسلك على القصر سامحني الحكايه ما عندها حتى علاقه بهذا بهذا يعني الحكايه ذيك والله كنت حكيت في التريكن هي انا معاك كنت حكيت مش نعرف انا كان جيت هكا مثلا انا ساعه ما عنديش هكا هزين الكلمات والحمد لله حاجه نفتخر بها اني لاقي قدري مع العباد الكل بالامور هذه انسان واضح وصريح كي البربريز كيما تشوف من برا تشوف من داخل قادور بابا نبدلوا جو اي نعم الغنايه تكريما للفنان الراحل لطفي جرمان اللي نحبه برشا وتربيت على اغانيه قادور ارتيستو الله Aman 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 Sesir malla ta'alliki ala witi ihsasu ولد الناس لا تربيه لا تربيه يكبر ويرجع الناس هلا لو هلا لا لا هلا لا لا يما يا لا لا لي يما لا لي يما لا لي هلا لو هلا لا لا هلا لا لا يما يا لا لا دي لا دي لا 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 أيا خاتم صبعي حبيتك تتكلم وتقول لي وعلش ناوي وتقول لي وعلش ناوي من يوم اللي شريتك بصبعي حطيتك قالوا لي انت ما تساوي قالوا لي انت ما تساوي جروحي يا وكثرت نجروحي
قدور. نحب بالحق نترحم على الفنان لطفي جرمانة اللي بالحق نحبه برشا، إن شاء الله ربي يرحمه وربي يصبر عائلته. وهذه بالحق من قبل هكا كنت نستنى في فرصة باش نغني له أغنية في التلفزة. أول مرة تغني له في التلفزة؟ وممكن قبل هكا في شكل أكابيلا ولا حاجة، ويحتمل هو حي وقتها، فهمت؟ ربي يرحمه. فهمت؟ الأغنية فما جملة قلتها شدتني، الخاتم؟ خاتم صبعي. إيه؟ هي الأغنية كملي. هي خاتم صبعي، حبيتك تتكلم وتقول لي وعلاش ناوي، من يوم اللي شريتك في صبعي حطيتك قالوا لي انت ما تساوي، هالخاتم مكتوب ما منكش هروب جاوبني يا روحي. باهي، هالخاتم مكتوب ما منوش هروب. بيان سور. دونك بما انه مكتوب وما منوش هروب، دونك اكيد راهو قاري له حسابه. بيان سور. فاش تخمم هذه؟ نخمم في لعبه نعملك فتاة الاحلام، تشوف ذوقك. باهي. باهي مسال شوي، اعمل لي ذر لك. فما اعتراضات؟ لا لا. فما فيتو على اسماء معينه؟ لا 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 لا، اخترنا لك ان نتصور معناتها قائمه جميله. دونك قدو الارتيستو فتاة الاحلام. نبداو بالزوز الاولانيين، ليلى بن خليفه، مروه عيسى. اللي لابسه الازرق هذيك، على اي اساس رجحت اللي لابسه الازرق اللي هي ليلى بن خليفه؟ والله هكا في سبحان الله، البوزيسيون في التصويره، التفاصيل نتاع الوجه، اللبسه. ليلى بن خليفه ليلى بن خليفه ليتيسيا. ليلى بن خليفه. علاش؟ يا هكا نعاود نقول لك، معناتها ليلى بن خليفه تنجم تعمل تصويره ومثلا مثلا معناتها نفس البوزيسيون نتاع ليتيسيا. انا هكا معناها الرافي ليلى بن خليفه خويا. احاسيسي ومشاعري وعيني ليلى بن خليفه. ليلى بن خليفه. احاسيسك مشيتش ليتيسيا؟ ما مشيتش. علاش؟ هكيك والله سبحان الله، الناس فيما يعشقون مذاهب. نخليو ليلى بن خليفه. من العمر؟ ليلى بن خليفه. شبيك تغزر لي؟ باش تتميز ليلى بن خليفه على منال العماره. ولينا منال العماره نعرفها معناها من قبل، وليلى بن خليفه ما نعرفهاش. نحكي لك انا هكاك معناها. مثلا يقول اللي تعرفه خير من اللي ما تعرفوش. لا انا لهنا نكسروا هالقاعده هذيك، اللي ما تعرفوش خير من اللي تعرفه، خاطر توا اللي تعرفه هو اللي يضرك، فهمت كيفاش؟ ولا منال ما تضرش. نعرف لطيفة اكيد بريئة. نعرف متاكد منه شويه. امين معناها الجو نتاعي المراه اللي نحبها، فهمت؟ نحبها بعيدة على الأضواء وبعيدة على العينين وبعيدة على كل شيء. في قلب الأضواء ليلى. نعرفها كوميم هذيك على الأقل ما نعرفهاش، فهمت؟ منين نعرف اللي هي في قلب الأضواء، فهمت؟ كاو وزيد شوف ما شاء الله. باهي ليلى بن خليفة نخليوها. هي الذوات، هي عشيرتي وأختي ونحييها. قداش مرة استدعتني في حنا بال هذيك شو اسمها بن خليفة. شونا به بن خليفة. شكون؟ بيكا. اسمعني، ما هذوما ما عندهمش معناتها كيما نقولوا ماهمش مرتبطين، خاطر انا راهو معناها ما نجمش كيما نقولوا نقول لعبه. اي نعرف هي لعبه معناتها هذيك فاتت معناتها نجم نقول انا الفيزيك هذاك نرتاح منه اكثر. شكون الاخت الاخرى هذيك؟ بيكا. بيكا بيكا نقعدوا مع ليلى بن خليفه خيش. ما شاء الله خليك غادي. كوميا نحب معناها جون وكذا، فهمت؟ بيكا جون. اعرف اما تحس الاخرى جون اكثر منها، مع احتراماتي للاثنين. باهي نمشيو الصوره المواليه. مايا وبن خليفه. والله بن خليفه بصراحه، مايا تفرجت فيها ونعرفها وي بالحق معناها. هذه يعني اخر تصوير هبطتها ليلى بن خليفه. وعلاش توري فيا معناها في ال... مش انت؟ هذه والله هذه اخر تصوير هبطتها. هل يتغير موقفك ولا لا؟ ينجم يكون. اكيد ما باش نعرفوا بعضنا احنا من الاول وكذا، نحط نقاط على الحروف. دخلت انستغرام لقيت هبطت التصويره هذه. هكا هذه هكا. انت ليه ما باش نقول لك؟ تقول لي خويا نحن نحاسب الناس بالظاهر والخفية يعلمها الله خويا من بعد. دونك دونك بن خليفة. دونك مايا بعد التصويرة. بيان سور. بعد التصويرة مايا. باهي
مايا شيرين اللجمي. شيرين اللجمي. شيرين اللجمي. شيرين اللجمي. شيرين اللجمي. شيرين اللجمي. نجلة. والله خليني نقول بالحق أنا المواصفات اللي نحبهم في نحكي ولو حتى على الفيزيك واللبسة والزين، أنا المواصفات اللي نحبهم بالحق نجلة بعيدة كل البعد. نجلة راهي ما شاء الله عليها يعني يعني خليني نقول اللي عندها من الفيزيك وعندها اللي يعني أي رجل يتمناها فهمتها، لكن أنا مشكلتي مش فيزيك وبدن ولبسة وأذواء وكذا، لا أنا اللي يهمني في المرأة يعني أقوى من شيء هذا. احنا تو نحكموا بالظاهر. اي بالظاهر بيان سور. اي نقول لك انا دونك شيرين اللجمي نجلوته. شيرين اللجمي مازالت القائمة تطول. شكون هذيك؟ اسابر. 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 فتاة أحلامك هي؟ يعني اسمعني نحكي لك مش هي في شخصها فتاة أحلامي. فيزيك. أنا نتمنى مثلا نهار آخر بالمؤهلات كما نقولوا الأخلاقية خليني نقول اللي نحبهم في المرأة يزيد معاها من الفيزيك نتاع أساور. علاش ليه؟ في فيزيك أساور راهو يتمناه أي راجل راهو ما نكذبوش على بعضنا فهمت؟ أساور ما تجمعهمش هذوما الكل؟ أساور راهو اللي جمعني بها يعني علاقة عمل يعني اللي حكينا في أساور. أساور في فيزيك هي تحب تورطني خويا. ما تجمعهمش أساور هذا ما في الفيزيك ما شاء الله يعني فيزيك مش فيزيك فيزيك ما شاء الله معناتها فهمت. ما تجمعهمش أساور هذا ما اللي هما شنو هي تعمل ياك اللي سميتهم الكل اللي حبيت أخلاق والله اللي بالنسبة لي أنا اللي نحكيو على الفيزيك يعني أخلاق وكذا مازلت ما حاورتهاش ومازلت معناها نحكي لك مش عام وأنتم فرد طاولة هذي فرد طاولة في الخدمة نحكيو حتى في الكوليس ساعات هكا ناكلوا من بعضنا حاجه تتناقشوا وتحكيوا تتناقشوا اي دونك تعرف افكارها فما حاجات ما فما حاجات فما زوايا مازالت مغلقه في شخصيتها ما نعرفهمش وهي كذلك فما حاجات مازالت ما تعرفهمش فيا زميله واخت عزيزه راه وساور الاكثر ولا اقل خلينا نقول انه فتاه اما نحكيوا على الفيزيك اي امراه انسان يتمنى امراه فتاه الاحلام بالنسبه لجدول الارتيست وحسب اللعبه هذه هي اساور الفيزيك الفيزيك صحيح قدور بابا توا باش نمشيو الى لعبه اخرى وهي لعبه اصعب من هذه هي لعبه الكشف عليك لانك انت شخصيه الله لا يكشف علينا حال على خاطرك انت شخصيه عندها شويه غموض اليوم باش نكشفوا الغموض هذايا لا والله لا عندي غموض لا شيء قدور قدام المرايه اهلا قدور الارتيستو تنجم تخدع الناس الكل تنجم تعطي صور مختلفة لكن قدام المراية ما تنجم تكون كان أنت. أكيد ما نجم يكون كان أنا. أنا تو باش نتكلم بلسان معارضيك، الناس اللي تكرهك شنو يحكيو؟ وأنت قدام مرايتك هل تصارحها بحقيقتك ولا لا؟ طيب. أنت إنسان تعيش بوجهين. الوجه اللي تسوقه للناس ورع، صلاة، أخلاق، غض البصر، لكن أنت إنسان زنديق جربت كل أنواع الفساد. أنت تجمعهم الزوز وتتعايش معهم الزوز حاجة تسر بيها للناس في العلن من التلفزة وحاجة تسر بيها للناس في الخفاء دهليزك أسود ومغلق متناقض جدا على التصوير اللي تسوق فيها كل إنسان راهو فما حاجات يعني تفلت منه سبحان الله يعني يحتمل في لحظة الغش النجم نكون مش أنا في لحظة ارتباك النجم نكون مش أنا النجم تكون عندي ردة فعل خايبة أما زنديق وبوجهين ويدي أعوذ بالله أن أكون من أولئك يعني بالعكس أنا عايش حياتي رغم اللي نعمل فيه معناتها اللي هو حد شيء واللي أنا ممكن نراه حاجة كبيرة فهمت اللي أك الرياكسيون وقت الغش ولا ساعات نجي نجرح في شخص جربت الموبقات والمفسدات؟ أنا ريت الموبقات جميع أنواع الموبقات ريتها جربت وقت أنا صغير يعني في 17-18 سنة للي في وقت معين يعني فهمت الحمد لله يعني أطرتني العائلة وأطرتني يعني وأطرني الجامعة وأطرتني حلقات التعليم والحمد لله يعني حاجة أنا توا وليت حتى بار برنسيب حاجة ما نحبهمش نحينا على الأمور الدينية وكل شيء فهمت في الكواليس يقال في الكواليس في الكواليس قدور
بلغ مرحلة من الفساد لنولى تاجر نتاع ممنوعات. دي صلي تاجر يا خويا اللي بعت له جيت نجم تستدعيه مرحبا بيه. تاجر ممنوعات كيما شنو مثلا؟ مخدرات. لا لا جديد عليك اول مره تسمعها. صدقني كان لا برشا انا سمعت ديجا في كومنتاريات برشا ناس تقول لي انا كنت نبيع في المخدرات. هاي افهم انت. انت شنو؟ منشد، مغني، مطرب، فنان شعبي، رابور، شنو؟ والله انا نعمل في الحاجه اللي نعرف روحي نقدها. شنو هي؟ قديت عملت لي رفرام علي رابور لقيت روحي نجم دونك نورمال. انت شنو؟ كان نجم. لحظه نقول لك انا والله ما سميني اللي تحب معناها كيما انت هذه قلتها لك وزيد نعاودها لك. انت اليوم في فكر سامي الفهري وغدوا نلقاو في 90 دقيقه ومن بعد نلقاوك في الراديو والله اي اما منشط كي تقول لي انت شنو؟ انت شنو؟ انا منشط وانا فنان. فنان وقرجومتي هذيا ما نحبش نحصرها في الانشاد ولا انا الطاقه اللي عطاها لي ربي نجم نغني مزو علاش ما نغنيش مزو؟ ما سامحني الطاقه اللي عطاها لي ربي نجم نعمل انشاد علاش ما نعملش انشاد؟ اللي علاش انا ما فهمتش انا الدور الاعلامي يحب يحصرني في كوان. انت دونك اسمعني تعمل انشاد يلزمك من الجامعه ما تخرجش تشد سيجار ونقيموا عليك كل حد. انت تعمل مزو دونك تمشي الانشاد تولي منافق. علاه؟ علاش كيف انت ربي يعطيك طاقه ما وتنجم تغني هذا الكل علاش عليه تحصر روحك في كوان؟ ربي يعطيك الطاقه لكن انت تعطي لنفسك الالتزام. الاغزر الالتزام اغزر. انا قلت لك راه في الفيلم ارجع للي عملته الكل كي تلقاني قلت كلمه مخله بالحياه ولا كلمه تقلق المستمع انا اخوي نجم نقول لك راني منافق. ليه تغزر روحك في المرايه ولا ليه؟ بيان سور. تغزر بدنك في المرايه ولا ليه؟ قديش عندك من تاتواج في بدنك؟ عندي واحد اثنين ثلاثة. تخفيهم؟ والله يغزر. تعرف علاش نخفيهم؟ نخفيهم لأنه احتراما لنفسي واحتراما زادة للناس اللي ممكن معناتها يراو فيك القدوة ويراو فيك الإنسان المحافظ فهمت؟ التتواج هذوما صاروا يعني في مراهقتي خليني نقول وأي إنسان عمل في المراهقة نتاعو فهمت؟ وانا شفت لي تاتواج اللي عاملهم والله العظيم انا يعني كي نغزر لهم تو ونادم عليهم صحيح لكن عند جاتني برشا فرص باش نحيهم. علاش ما نحيتش؟ ما نحيتهمش تعرف علاش؟ خاطرهم يذكروني بجزء من حياتي ما نجمش ننساه بسهوله وحتى ممكن ننساه نتعب. باش نفهم اكثر افكارك شو عامل معاك لعبه المعاوض ضد في لعبه ركح الطاوله. يلا قادور الارتيستو اللعبه هذه باش نعملوها مع او ضد باش نعطيك حاجات وانت تقول لي مع او ضد. الحاجه الاولى كان عندي تاتواج دونك مع او ضد انت توا تاتواج ضد ضد دونك حط الحجره نتاعك. انت قديش عامل من تاتواج دونك؟ ما قلت لك ثلاثه. ثلاثه؟ شنو مصور فيهم؟ نسر ورتيلة وكتيبه بالشنوا بون شانس بالشنوا في ظهري. شنو اللي يجمعهم هذوما بعض؟ هذوما والله حاجه تدل على شخصيتي. النسر ممكن يقعد برشا 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 باش يلقى الفريسه نتاعو يعني باش ياكل ويشبع ويروح الدار ويتعب وروتيلا تبدا قاعده في بلاصتها وقت اللي تتحرك تمشي ديريكت الفريسه نتاعها. دونك بين هذا وذاك فما حظ والحظ هذا جاي من تالي في الظهر ومكتوب بالشنوى دونك ماهوش مفهوم جمل. هذيك انا مع او ضد الاجهاض. الاجهاض انا اخويا ضد الاجهاض اكيد ضد وضد 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 مع او ضد الاعدام. يا اخويا ضد الاعدام ضد 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 مع او ضد الغناء مع فنان اسرائيلي. اسرائيلي انا ضد الغناء مع فنان اسرائيلي. مع أو ضد زواج المسلمة بغير المسلم. زواج المسلمة بغير المسلم أنا أكيد بشوي لحظة أنا مع زواج المسلم بغير المسلمة وضد زواج المسلمة بغير المسلم. هذا راهو الدين شي يقولوا هذا الشرع مش كلامي أنا راهو فهمت كيفاش؟ لا مع أو ضد غلق المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. أنا مع غلق المواقع الإباحية على الإنترنت. مع أو ضد
الترخيص في استهلاك الزطلة. ضد انه كما نقولوا الزطلة تولي مسيبة في البلاد، اما راني معناتها زادة يعني ما نحبش هكا اللي يتكيف كما نقولوا اول مرة يحطموا له مستقبله، فهمت؟ مع او ضد الاستظهار بالصداق في الوتلة. هي علاش ليه؟ يستظهروا بالصداق علاش؟ باش خويا معناتها نحدوا من انتشار الزنا، انا هكا راه مثال علاش؟ وكذلك اللي يحفظ كرامة المرأة هادي راه. مع او ضد الخضوع للقاح الكورونا. الخضوع باهي، هذه مسألة. مع او ضد، تحكيش معايا برشا في الموضوع هذا. معناها نبداو نلقحوا؟ انك انت تلقح. انا نلقح، انا ضد اللي انا نلقح، انا ضد، انا ضد، انا نحكي على روحي. مع او ضد اعتبار صوت المرأة عورة كما قال الشباشير. انا انا ضد انه تجي توا في وقتنا هذا في الزمان هذا تجي انت مغزر، سامحني هي كما قلت انا مع او ضد باهي ضد ضد، انا ضد انك تجي المرأة توا تقول لها صوتك عورة، فهمت؟ هذا اللي يقول هكا توا في الزمان هذا عنده عورة في راسه. مع او ضد الموت الرحيم. الموت الرحيم ضد طبعا، هذه موت كيما هكا تاو انتحار. انسان يبدا يتعذب. لا 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 ضد. يتوجع برشا ضد. ضد. عائلته ضد. يختاروا انهم يزرقوا له زريقه هي حياته. ضد خويا، تاو احنا عندنا من المؤهلات الطبيه والشب. غني امي قدو الارتيستو.
محلاها الغنايه قدور. ربي فضلك الوالدة. شكرا. فيها برشا احساس. الوالدة موجودة. نعم. ربي فضلها لك. الوالدة موجودة وتعبت برشا. تعبت هوا؟ لا الحمد لله. عليه؟ توا وقيت باش نبدلوا الجو. أي. نقترح عليك بارودي مع مهدي أرتوام. انتي تعرف خويا وهوكا ربي يعرف سيس سيس فنان من نولو صغير كان ديما بالحس يغني من غير نشاز كي قيم الاذان في الدار انصاف قولو من اللي صغير ما بانو كيسريز عالقاتو خويا مرضي ام وبو وصوتو يسلطني كي غني اي ديما قدو غني اي غني اي حنين مرحبا عايشك وبيك مرحبا باهي خليني هكا خليني اي لجماليه الصوره هكا زي ما تكون قادر في الوسط اش عامل معاكم والله شو نقول لك مقصر شوي لما مقصر شوي معي انا بالذات انت اخته الكبيره ولا الصغيره لا انا الكبيره الكبيره حنين مدام حنين دونك شرفتنا يعيشك وبيك تسمع له بالطبيعه ونحفظ له زيد وتحفظ له وين يعجبك اكثر في الانشاد ولا تراه والله بالنسبه لي انا اخوي يعجبني في كل شيء بصراحه خاطر ما شاء الله عليه ادي كل شيء كل نشوفه كل نمط نتاع غنيه يواتيه وتابعوا في التلفزه طبعا بالطبيعه كل ما يبدا فما برنامج فيه هو نفضي اموري الكل باش نتفرج فيه قدو راهو يغني في كل شيء
نجم يغني لك في انشاد، نجم يغني لك في عرس، نجم يغني لك في طهور، حتى في عيد ميلاد. تعرف تقول هابي بيرثداي تو يو ولا لا؟ عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد جا عيطولي وغنيت في برشا فازات. عيد ميلاد مهدي ارتوام اليوم بالحق. مهدي ان شاء الله بطول العمر خويا، يعطيك الصحة. مهدي نشكرك برشا، قدور خويا يعطيك الصحة. بارك الله فيك خويا، وميرسي على السيربريز اختي الغالية حنان، ربي يفضلكم لبعضكم. عايشك وراهو انسان طيب. عايشك يا عايشك. قدور نشوفوه كل نهار تخميس على قناة تونسنا في برنامج احنا الكل في الكل، دونك الموعد معاك ومع كل الفريق. البرنامج نتمناو له تألق تحسن هادي. إن شاء الله يا ربي البرنامج من حسن إلى أحسن. شكرا هادي بركة. إن شاء الله البرنامج يشد بلاسته أكثر وأكثر وأكثر. شكرا حنان. يعيشك يعطيك الصحة. ربي يفضلكم ونبعثكم. يعيشك يعيشك. قدو الأرتيستو الأولاد يعطيكم الصحة. ميرسي. شكرا. كهربا تمشي كهربا تجي، كهربتنا تويوتا كورولا اتشباك بزنس. السيارة هذه تنجم تكون من نصيبك. سهل برشا، تاخذ تليفونك تبعث اس ام اس، تكتب حرف ا على الرقم 85810. كهربتنا سومها 73 مليون و900، تنجم تكون من نصيبك انت اللي تفرج فينا تو. 85810، حظ سعيد للجميع.